انا عصام المداح، بشتغل في شركه دانون مصر، بشتغل رئيس قطاع الموارد البشريه والسكرتاريه العامه. بشتغل في الشركه دي من اكتر من 13 سنه. الموارد البشريه زي ما انتم عارفين تشمل قطاعات التدريب والتعيينات والمرتبات واداره الازمات والامن والسلامه، وكمان السكرتاريه العامه اللي هي بتشمل الشؤون القانونيه والعلاقات الخارجيه والحكوميه والاتصالات. تعالوا بقى احكي لكم هما الموارد البشريه دول ازاي بيضيفوا للمنظومه او الشركه بتاعتنا. احنا اولا بنعتبر الموظف او العامل في شركه دانون مصر هو اهم اصل من اصول الشركه دي. ليه؟ لان هما دول الكيان الرئيسي اللي بيساعدنا على تحسين والاداء بتاعنا كل يوم. يعني ايه تحسين الاداء؟ يعني الموظف لما بيكون عنده تواصل كويس مع المنظومة اللي بيشتغل فيها، ودي حاجة من الحاجات اللي احنا دايما بنشتغل على تحسينها عن طريق تقييمات بنعملها لنفسنا، عن طريق مقارنات بنعملها وابحاث بنعملها ازاي نحسن تواصل الموظف للشركة. ده بيساعد على انتاجيتنا بشكل قوي جدا، ودي الابحاث يمكن ابحاث دولية او مصرية كمان اكدت على ده، اكدت على ان التواصل لما الموظف يبقى عنده مستوى عالي من التواصل ومن الرضاء اتجاه المنظومة اللي بيشتغل فيها، ده بيعلي من انتاجيته بحد ادنى 12% مقارنة بالموظف او العامل اللي ما عندوش نفس مستوى التواصل. الموارد دي عشان نقدر نخليها عندها مستوى التواصل ده وانها تبقى فعالة، دايما بتحتاج دعم الشركة ودعم الادارة بتاعتنا اللي بنقدمها عن طريق برامج مختلفة كتيرة، من اهمها هو التطوير والتدريب والتعليم، وده شق بنركز فيه جدا في الشركة دي عشان نقدر ننمي الموارد بتاعتنا الداخلية عشان يقدروا يتحسنوا ويساعدوا الشركة انها تحسن من ادائها بصفة مستمرة. الموارد البشرية هو اصل من اصول الشركة اللي احنا بنهتم بيها جدا. الموظف او العامل ان هو يوصل لاكبر عدد ممكن من الانتاجية بتاعته ويكون راضي ومبسوط وسعيد ومتواصل مع الشركة اللي بيشتغل فيها. فبيئة العمل دي من الحاجات اللي انا مثلا هديكم امثلة عليها. احنا بنعمل حاجات زي حاجة اسمها ساعة عشانك. ده برنامج جميل جدا عملناه في دانون مصر، عبارة عن تواصل قوي جدا بين الادارة وبين العاملين المختلفين في شركة دانون في جميع انحاء الجمهورية، في المصنع بتاعنا، في المزرعة بتاعتنا، في مراكز التوسيع بتاعتنا، في كل حتة في مصر. دايما بيبقى عندنا ساعة مركزين فيها على العامل وعلى احتياجاته هي ايه، وعلى اللي بيحصل في الشركة بتاعتنا من أخبار إيه، عشان نتأكد ونبقى متأكدين إن العامل ده عنده كل المعلومات اللي تساعده إن هو يشتغل هنا بشكل فعال، يكون عنده التواصل الكويس في الشركة. تاني جزئية غير بيئة العمل هي الاستثمار في الكوادر بتاعتنا عشان يكبروا ويقدروا يكون عندهم مستقبل قوي مهني في الشركة دي، سواء في مصر او كمان بقى بما اننا بنتكلم عن شركه عالميه زي دانون فكمان خارج مصر. ودي عندي امثله كتيره جدا انا سعيد وفخور بيها ان انا اقولها لكم عليها. احنا مثلا دانون في مصر اكتر من 60% من الاداره هي ناس قدرت تكبر من جوه الشركه، لان يعني الكوادر قدرنا نطورهم ونميزهم ونساعدهم على ان هم يكبروا ويوصلوا لمناصب كبيره جوه الشركه. من ضمن بقى المبادرات اللي بنعملها اللي بتميزنا في بيئه العمل واللي احنا طورنا بيها الفكر التقليدي في بيئة العمل، ان احنا وسعناه ووصلناه لحاجة اسمها ثقافة العمل. وثقافة العمل دي دايما بنحرص في الشركة انها تكون نبعة او جاية من اراء الموظفين او العاملين بالشركة، فدايما بنحاول نوفر الاحتياجات والثقافة اللي يكون الشخص نفسه محتاج يلاقيها في بيئة العمل دي. من ضمنها تطوير حصل كبير جدا ان ثقافة العمل دي بقى بيتواجد فيها مزايا تساعد الموظف على الابتكار احسن، زي ان هو يجي شغل او يجي مكان العمل على قد ما هو بيشتغل وبيركز في شغله، كمان بنوفر له ممارسات لذيذه سواء بقى رياضه سواء حاجات تخرجه شويه عن الضغط اللي بيلاقيه دايما في الشغل. ودي حاجات احنا بنحرص ان احنا نعملها عشان حتى نخلق ثقافه كويسه بين الادارات وبين الموظفين وبعض. ودي حاجه من الحاجات اللي بنتميز بيها في شركه دانون، وعندنا برامج تابعة للسلامة تخص الموظفين، زي ما قلت برامج رياضية بنعملها لموظفين المقر الرئيسي أو لموظفين المصنع
او لمراكز التوزيع بيكون فيه حاجات زي دورات كره قدم وبرامج استشفاء. الموظف او العامل برضو عشان يجي يشتغل ويؤدي باحسن شكل ممكن بنبقى حريصين قوي ان هو نريح دماغه من الحاجات اللي ممكن تشغله في حياته. وده يمكن جزء كبير من حمله احنا عاملينها داخليا في الشركه اسمها اعرف ارقامك. اعرف ارقامك هي حمله كبيره قوي احنا عاملينها تحت رعايه برنامج السلامه والصحه المهنيه، وده برضو متماشي مع مبادره 100 مليون صحه بالتعاون مع وزاره الصحه. واعرف ارقامك ده كان غرض منه ان احنا نطمن الموظف على صحته عشان يبقى قاعد بيشتغل وهو مطمئن ان لو عنده اي تحديات سواء بقى الضغط، السكر، الانيميا، نقص الحديد، كل الحاجات اللي ممكن تشغله بنحاول نتاكد ان احنا نساعده. بالاضافه طبعا للمزايا اللي بنقدمها له من تامين صحي شامل ليه ولاسرته، كمان بنوفر له مبادرات داخليه في الشركه عشان نطمنه على صحته فيقدر يشتغل دايما بشكل فعال. موضوع تاني برضه بنفتخر بيه جدا في الشركه ان احنا المراه والسيده عندنا زي الراجل بالظبط، ما عندناش فرق خالص بين ده وده. مفيش فرق فيما فيها لا علاقه بفرص العمل او فرص النجاح. فبنقدر نوفر فرص كويسه سواء للمراه او للرجل بشكل فعال وبشكل الحمد لله يكون فيه مساواه محترمه جدا جدا جدا. تقريبا ربع مجلس اداره شركه دانون في مصر فيه تكوين من المراه او السيدات. وبنقدر كمان بالاضافه لكده ان احنا نساعد ونسهل سبل كويسه لبقى الامومه لاي تغييرات اسريه بتحصل في عند الموظفين عندنا. الامومه بالنسبه لنا شيء مهم جدا، وبنحب نرعى اي سيده في دانون مصر انها تلاقي كل سبل الدعم في الامومه بتاعتها. بيبدا بقى من اول اجازه الوضع اللي هي بتبقى عندنا الحمد لله اكتر من 6 شهور اجازه. بالاضافه لكده بعد 6 شهور دي بنديها كمان مرونه في طرق الشغل اللي هي بتشتغل بيها في شركه دانون مصر. فبنقدم لها اولا بنحافظ لها على وظيفتها، وكمان بنقدم لها ميونه لو هي قادره تيجي كل الايام او لا. المهم بنعينها في الاخر ان هي تقدر تحافظ على واجباتها في الشغل بالاضافه لاي واجباتها الاسريه تجاه طفلها. وكمان بنوفر لها بيئه عمل مريحه في الشركه، فمثلا عندنا حاجه اسمها غرفه رضاعه عشان نشجع الامهات على التغذيه المباشره من الام للطفل عن طريق الرضاعه يعني. دي حاجه من الحاجات اللي مفتخر بيها جدا. بالاضافه على ان احنا بنساعد على توظيف سيدات في دانون مصر، كمان ما بيقفش عند توظيفهم داخل دانون مصر. عملنا مشروع جميل قوي من اكتر من 10 سنين اسمه البان بلدنا. البان بلدنا الهدف منه ان هو يطور قطاع الالبان بالاخص مراكز تجميع الالبان اللي موجوده في انحاء الجمهوريه. المشروع ده بالنسبه لنا موجود في محافظه بني سويف. بنشتغل فيه عن طريق ان احنا بنطور الرائدات الريفيات. اكتر من 7500 رائدات ريفيات موجودين في المشروع ده. بنساعدهم على الدعم اللوجستي، التدريب والتطوير عشان يقدروا ينموا او يخلقوا لنفسهم فرص عمل مستدامه تقدر تعينهم على الحياه اليوميه اللي موجوده اللي بيقابلوها في محافظه بني سويف. لو انا النهارده هتكلم عن دور الموارد البشريه اللي موجود بالنسبه للمصانع او مراكز توزيع المنتجات او للمختلف الاصعده الموجوده في الشركه، الشخص المسؤول عن الموارد البشريه ده اهم حاجه بالنسبه له ان هو يحط الموظفين او العاملين كاهم اصل من اصول الشركه. يعني ايه اهم اصل من اصول الشركه؟ يعني ده المورد اللي انت محتاج تدي له كل الاهتمام، تبقى عندك قرب من الشخص ده، تبقى عندك معرفه هو الموظفين او العاملين بيقابلوا ايه في حياتهم اليوميه سواء داخل الشغل او خارج الشغل عشان تقدر تقدم لهم برامج تساعدهم وتخليهم عندهم رضا كافي في الشركه اللي بتشتغل فيها. وده اللي احنا بنحرص عليه في شركه دانون مصر، ان الموظف الموارد البشريه ده يكون دايما قريب من العاملين في الشركه. عن طريق بقى ان هو يبقى عنده سياسات كويسه لجذب وتطوير الكوادر الكويسه في الشركه، عن طريق ان هو يبني لهم برامج تواصل كويسه زي ما حكيت من شويه عن حاجات زي برامج ساعه عشانك الاداره فيها بتدي وقت كويس للعامل، زي برامج بنعملها اسمها ايد في ايد، ازاي بننزل مع الموظفين دي في المصنع وفي المزرعه وفي السوق عشان نشوف الناس بتقابل ايه في تحديات يوميه داخل العمل عشان نقدر نعينهم ببرامج تساعدهم ازاي على مواجهه التحديات اللي بيقابلوها. وعن طريق كمان وده رقم واحد الحفاظ على سلامتهم، فازاي توفر له السبل اللي تخليه يشتغل في الشركه دي وهو عارف ان صحته وسلامته هي الاولويه الاولى
للشركة. مختلف البرامج اللي بيقدمها موظف الموارد البشرية بتبقى متميزة جدا، ان هو يعتمد على ان العامل في الشركة هو اهم اصل في الشركة دي، فبالتالي يقدر يوفر له البرامج اللي تتناسب مع احتياجاته، وفي الاخر يقدر يعوضه اللي بالتعويض اللي يقدر يساعده على مواجهة التحديات والتكاليف اللي بيقابلها في الحياة الأسرية اليومية. واحكي لكم كمان عن شهادة البي كورب. ايه هي البي كورب دي؟ بي مختصر لكلمة بنفت او ميزة، ودي شهادة احنا حصلنا عليها في دانون مصر من اكتر من 4 سنين، وحصلنا عليها للمرة التانية في سنة 2022. الشهادة دي الفكرة فيها مش في الشهادة نفسها، في اللي ورا الشهادة دي. الشهادة دي بتضمن لما بتاخدها انت كشركة من المنشأة اللي بتاعت الشهادة دي اسمها بي لاب، اللي هي شركة غير هادفة للأرباح. الهدف منها ان هو يضمن ان الشركة دي بتساهم في تطوير المجتمع اللي بنشتغل فيه، ودي حاجة دايما في دانون سواء بقى في مصر او غير مصر بنبقى مصممين ان احنا نركز فيها، ان احنا بس كقطاع اعمال ما يبقاش هدفنا الوحيد هو الأرباح، بل وكمان تطوير المجتمع اللي احنا نشتغل فيه. ان احنا عندنا ايمان قوي جدا ان لما بتطور المجتمع اللي تشتغل فيه ده بيساعد على تطوير الاعمال، فبالتالي دايما بنسعى على خلق مشاريع تنموية تساعد على تطوير المجتمع. لما خدنا الشهادة دي كانت ضمان حلو قوي، انه كان جزء كبير من الشهادة معتمد على المزايا والسياسات اللي بنقدمها للموظفين. يمكن كان من اكتر الحاجات اللي بفتخر بيها انه كانت ركن قوي قوي لما خدنا الشهادة دي ان احنا قدرنا نوصل لمجال كويس فيما يتعلق بالدعم اللي بنقدمه للموظفين من سياسات ومن مميزات بتساعده وبتعينه على النجاح. فافتخر جدا بشهاده البي كورب، واتمنى ان احنا ننشر ثقافه البي كورب او مضمون البي كورب كشهاده للقطاع الاعمال اللي موجود في مصر كلها. وفي الختام احب اقول شكرا لكم على استماعكم للحديث ده، واتمنى اكون ضفت لكم حقيقي. يعني لو عايزين تعرفوا اكتر عن شركه دانون مصر او عن اداره الموارد البشريه والسكرتاريه العامه بتقدمه، اشجعكم ان انتم تتبعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي سواء عن طريق لينكد ان او فيسبوك عشان تعرفوا اكتر عننا، وان شاء الله دايما في نمو وازدهار مع شركه دانون مصر. شكرا جزيلا ليكم.